وشوشة. أنا كنت بعمل فجأة أنا بنت لي مشهد، أعتقد إنه مشهد علق مع الناس قد فيلم كامل. مسألة في الآخر إن الدور يبقى فيه حاجة أنت بتقوليها، حاجة بتعلن عن قدرة معينة عندك، موهبة معينة عندك، حالة الناس تقول أه والله ده لو فلان ما عملش الدور ده ما كانش ينفع حد تاني يعمله. زي ما تيجي تقولي مثلا إيه أحمد مظهر في صلاح الدين الأيوبي، إحنا كلنا خلاص بقى صلاح الدين الأيوبي لو طلع صلاح الدين الأيوبي الحقيقي مش شبه أحمد مظهر إحنا هنرفضه. جاءنا البيان التالي، الدور الصغير ده بيقول معنى الإحباط اللي عند الناس وهم في متوسط العمر، يعني راجل عنده 40 سنة لا عنده بيت ولا زوجة ولا أولاد ولا مرتب ولا عارف يأكل ولا عنده شقة ولا عنده حاجة خالص. ده معنى، مش شخصية متكاملة، إنما هي إيه؟ أنت عملت لها بينك وبين نفسك تاريخ، التاريخ ده وصل خلال المشهد ده إن الراجل ده عنده إحباط قد إيه قبل كده. هو بينتمي للأفلام اللي هي زي مثلا إيه فيلم بين السماء والأرض، ما أعتقدش أنت تعرفيه ولا لأ، هو ناس اتحبست في أسانسير، ناس على مستوى على مختلف مستوياتهم الاجتماعية والنفسية والثقافية اتحبسوا في مكان واحد أو اتوجدوا في مكان واحد، فبنشوف تلاقي هذه الناس هؤلاء الناس إزاي بيحصل، ولما يلتقوا ببعض في مكان مغلق عليهم بيبقوا عاملين إزاي. دي تجربة مش جديدة لأنها اتكررت زي ما قلت لك في بين السماء والأرض، اتعملت في الفرح، اتعملت في كباريه، اتعملت في الليلة الكبيرة، اتعملت في شوية أفلام كده. هو ده من النوعية دي، من نوعية أنا عامل راجل محامي فقير جدا عامل مكتبه على القهوة، يعني واخد ترابيزة في القهوة حاطط يافطة عليها، ده مكتب الأستاذ فلان المحامي، وهو بيدير أعماله من هذا المقام، بيكتب عقود ويسوي عقود وياخد عمولات ويعمل مش عارف ايه، كل الحياة من هنا. هو ده اللي بيتكلم فيه قهوة بورصة مصر، هو ده اللي بيتكلم فيه الفرح، هو ده اللي بيتكلم فيه الكباريه، هو ده اللي بيتكلم فيه الليلة الكبيرة، بس انت غيرتي السكيل اللي هم موجودين فيه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشك.